إذا الضائقة المالية تضاعفت في احتمال كبير أن القائمة المواد التي ستتم تسييرها عن طريق نظام الرخص نضيف لها مواد أخرى. Avant la fin de cette semaine, vraisemblablement, nous allons publier la liste de l'ensemble des produits qui seront soumis au système des licences durant cette année. Avec le dispositif des licences qui va être mis en place, que le coût des importations va être réduit beaucoup plus. راح نجيبوا الممثلين تاع المصدرين ويجوا بملفات تاع عمليه التصدير اللي تعرف مشاكل ميدانيا باش نتدخل مباشره باش نسب لها حل. خلال الاسبوع هذا الخارجيه الاجنبيه اللي راه في الجزائر دايرين ضغط كبير على المصدر. شفنا باللي تجيب دراهم ويكون عندك زايد نتاع 100 اورو يقول لك حاسبنا عليه، علاش زاد لك اللي بعث له، علاش زاد لك 100 اورو؟ عندنا مشاكل على مستوى البنك، ما نقولش البنك المركزي حاشا، نقول لو كونسي دابوني دو كريدي، عندنا عجز، ما فهمونا، ما سمعونا، ما استقبلونا، ما حبوا يفهموا ما هما المشاكل التصدير. لكن حبوا نحلوا كوطوار في داكار ولا في الواكشوت ولا في نيامي ولا في ماماكو، يقول لك لازم تروح البنك الجزائري باش تحمل التسريح، ما يسحقوش التسريح. اون با بوزوا، قال لك لو ريغلومون 1404 تسهل الاستثمار، حنا ما حوشوش الاستثمار، نحلوا كوطوار، ما كانش استثمار، خلونا نحلوا. ينحوا لنا هذه المشاكل نتاع اللي ما جابش، في سمانه ما جابش الاموال تاعو، يقعدوا يتبعوا فيه.